أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان مسك بمدينة الرياض مبادرة مجلس أثر الشباب التي تقدم منصة للشباب السعودي للمساهمة بشكل فعال في بناء توصيات تخدم السياسات الشبابية في المملكة. نتابع هذا التقرير للزميل عبد الوحاد العتيبي. هذا هو منصة وطنية شبابية نحاول فيها أنه إحنا نخلق تجربة لبناء توصيات سياسات شباب المملكة. التجربة عبارة عن ورش عمل وحوارات نقاش نحاول أن الشباب نشاركهم فيها أنه كلهم دور في صناعة القرار بالإضافة إلى إبداء رأيهم من ناحية بناء التوصيات وأيضا إيش الاهتمامات اللي يهتمون فيها خلال هذا اليومين. مقياس صوت الشباب هو أحد الأفرع الرئيسية لهذا الملتقى اللي هو إحنا نبحث عن يكون في بحث ندرس فيه الشباب السعودي وإيش الاهتمامات وإيش الاحتياجات اللي ركزوا عليها. لما نركز على هذا الجانب من خلال هذا المقياس راح تطلع بنتائج تساعدنا في أخذ قرارات على مستوى البرامج اللي موجودة عندنا، على مستوى أيضا وش الاحتياج اللي يركز عليه الشباب. فلذلك ظهرت أهمية مقياس صوت الشباب اللي هو يعتبر برنامج فرعي أو جانبي لملتقى مجلس أثر الشباب. اليوم يمكن بمقياس صوت الشباب اللي هو جزء من المنتدى والمجلس لأجل أن نصنع وأيضا نعظم صوت الشباب. استبيان يمكن موجود الآن في المنتدى وأيضا سيستمر ما بعد المنتدى لتغطية مدن في المملكة بعدد تقريبا أكثر من 400 شاب وشابة ممثلين من الكيانات الشبابية وأيضا ممن يدعم الشباب. طموح بإذن الله أن هذا العدد يكون أكبر في المستقبل القريب. المنتدى وأيضا المجلس حيكون سنوي فرصة لصناع القرار ومن يعمل مع الشباب أن يلتقوا بهذا المنتدى بأجل أن يكون لدينا ترجمة حقيقية لدمج الشباب في المجتمع. احنا طبعا حريصين جدا ان نغطي جميع مدن مملكتنا الحبيبه. يمكن برنامج صوت الشباب يتقوده مسك مشكوره بيكون من خلاله مقياس صوت الشباب، من خلال الزيارات ومن خلال الجولات سيكون لدينا داتا واضحه جدا باحتياجات الشباب. يمكن المقياس يقيس عده امور، سواء نتحدث عن اولويات الشباب، سلوكيات الشباب، مواقف الشباب، وايضا بعض المعلومات المهمه اللي تصنع أجندة إن شاء الله في المستقبل القريب.